السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو، الا كنت اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، ما تنساوش تهبطوا لتحت ديروا واحد ابوني ولا اشتراك، وطبيعه الحال فعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. اما بالنسبه للموضوع ديالنا اللي هو موضوع دار الجدل مؤخرا، اللي هو الميزاجور اللي دارت واتساب ولا التحديث اللي دارت واتساب للسياسه والخصوصيه ديالها. كيف ما كتعرفوا يقدروا بزاف الناس جاهم هذا الميساج هذا، وكاين اللي مازال ما جاش، ان خاصك دير موافقه على ميزاجور اللي دارت، ولا ما غاديش تبقى تستعمل الواتساب من هنا للقدام. يعني مجبور عليك انك دير اكسبتي، ولا ما ديرهاش ما غاديش تبقى تستعمل لابليكاسيون من هنا للقدام. وهذا الموضوع هذا من كثره ما دار الجدل هضر عليه اغنى رجل في العالم اللي هو ايلون ماسك، صاحب شركه تيسلا، واللي المهم اصبح هو هذه السيمانه هذه تعلن، ولا السيمانه اللي قبل منها تعلن انه اصبح اغنى رجل في العالم، انه هضر على هذا الموضوع هذا وما عجبوش الحال، وبقى فيه الحال يعني ان شركه فيسبوك باغت تاخذ المعلومات ديال الناس لاغراض تجاريه، وانها ماشي من حقها انها تجبر الناس ياكسبتيو هذا الميزاجور اللي دارت ولا ما يبقاوش يستخدموها. حتى انا ما عجبنيش الحال انها تكون اجباريه، انا كنت كنفضل انها تكون اختياريه. يعني بغيتي دير اكسبتي ما بغيتيش تبقى تستعمل لابليكاسيون، هما لا قال لك يا غادي دير اكسبتي الميزاجور اللي بغينا، ولا ما بغيتيش ما عندكش الحق تستعمل لابليكاسيون مازال. هاد الميزاجور هادي اللي دارت كيف ما كيقول فيسبوك انها لاغراض تجاريه واعلانيه. كيف ما كتعرفوا بزاف منا بعض المرات كيدخل يقلب في جوجل على شي حاجه، ولا في اي موقع تيقلب على شي حاجه. نعطي مثال، انا دخلت جوجل تنقلب على ليميكس جي 7، هاد الكاميرا اللي عندي، من بعد واحد شويه تندخل فيسبوك تيطلع لي واحد لاص ديال شي سيت كيبيع هاد الكاميرا. تدخل عاوتاني الفيسبوك تطلع لك ادس ديال شي واحد تيبيع هاد الكاميرا. هذا هو المغزى من هاد الميزاجور اللي دارت، انها تاخذ دوك المعلومات العامه عليك في الواتساب باش تستعملهم في اغراض تجاريه. اما بالنسبه للميساجات راه باقيين بوت اون بوت، يعني كتصيفط من هاد كتصيفطها انت مشفره وكتوصل عند هاد السيد الاخر مشفره، يعني حتى واحد باقي ما كيشوف الميساجات ديالكم. يعني في هاد الحاله هادي، يعني بزاف الناس كيقولوا لا راه فيسبوك بغات تجسس علينا وهذه وهذه، يعني راه المعلومات ديالك الميساجات راه ما غاديش تدخل فيهم، هي غتدخل في المعلومات العامه. يعني نخلي لكم واحد السكرين هنا، ديك السميه، ديك ستاتي ديالك، ماشي ستاتي بيرسونيل اللي كتبقى دير، ديك ستاتي اللي كتكون اللي كدير اول مره، دوك يعني الحوايج اللي عامه ماشي بريفي، هادوك بريفي ما غاديش توصلهم كيف ما قالوا هما. هذا ما كانوا، شاركوني حتى نتوما الراي ديالكم في لي كومونتير، وقول لي واش غادي تدوزوا حتى نتوما لي زابليكاسيون اخرين بحال سينيال، ولا غادي تبقاو تستعملوا الواتساب، غادي توافقوا على الميزاجور اللي دارت ولا التحديث للخصوصيه والسياسات العامه ديال واتساب. وبزاف الناس كيقولوا لا وحقه وهذه، راه بزاف منا كيدخلوا الابليكاسيون كاع ما كيقراو دوك الشروط، مني وجبد كنبقاو نديروا غير اكسبتي اكسبتي اكسبتي. وفيسبوك راه غنيه عن التعريف، راه اصلا كان عندها مشكل في هذه القضيه ديال الخصوصيه ديال الناس، انها كتاخذ لك المعلومات ديالك وتدخل اي بروفيل ديال اي واحد، راه تلقى المعلومات ديالو، تلقى سميتو، تلقى كنيتو، تلقى فاش خدام، كلشي هذاك الشيء كيعمرو، راه هي كتاخذ دوك المعلومات. يعني ما تحتاجش كاع اصلا تمشي للواتساب باش تاخذ دوك المعلومات، غير دارت هذا الميزاجور وهذه. كيف ما قلت لكم ما تنساوش تقولوا لي الملاحظات ديالكم، ولا شنو الراي ديالكم في هذه القضيه هذه، ولا كنتم موافقين ولا ما موافقينش. وهذا ما كان، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو باش الناس يعرفوا هاد المعلومات هذه اللي قلت لكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو. تهلاو في راسكم.